طيب اخر اخبار الترند، والبدايه مع ترند الاهلي. ترند الاهلي النهارده البدايه برساله حلوه جدا من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الاول. الشناوي من خلال حسابه على تويتر نشر صوره لحمزه علاء وكتب راسك فوق يا بطل. حمزه علاء امبارح ظهر متاثرا بالتاكيد بعد الهدف اللي دخل مرماه، لان حمزه علاء على مدار البطوله كان الحارس الوحيد الذي لم يدخل مرماه اي هدف، وكان واخد 4 كلين شيت، 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة السيمي فاينال أمام غينيا، فكانت المباراة النهائية هي الخطوة الأخيرة، ولكن من سوء حظه يعني دخل فيه هدف في الشوط الأول، كان هدف التعادل للمغرب، ولكن الهدف اللي أحرز في مرماه وكان هدف للمنتخب المغربي الثاني كان هو الهدف اللي خسر بيه منتخبنا الوطني، وحمزة حس إن هو يعني أو شعر إن هو ليه دور حتى إن ما قدرش يتصدى للكورة وبالتالي دخلت هدف. حمزة عمل بطولة كبيرة جدا، وأي حارس معرض لأي خطأ، ولكن الهيستوري بتاعك وتاريخك في البطولة يشفع عليك إن أنت تعدي الغلطة دي والكل يغفر لك الغلطة دي. عشان كده امبارح الشناوي كان حريص إن على حسابه في تويتر ينزل صورة لحمزة علاء ويكتب عليها راسك فوق يا بطل، وحتى الصفحة الرسمية للأهلي أشادت بحمزة علاء، وكانت أو كان الإشادة أو كانت الإشادة الأكبر من الاتحاد الإفريقي بإعطاء حمزة علاء حارس الأهلي والمنتخب الأولمبي لقب أفضل حارس في البطولة.